ومنهم سليمان ابن داود. وهذان النبيان من أنبياء الله العظام ولو أنهما لم يكونا من أولي العزم، لأننا قلنا أن الأنبياء أولي العزم هم فقط خمسة: نبي الإسلام وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح. هؤلاء هم الأنبياء الخمسة والذين يسمون بأولي العزم. أما سائر الأنبياء وعددهم 124,000 نبي، 124,000 نبي مجموعاً على قول، وعلى قول 300,000 نبي. البقايا بعضهم مفضل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن الفوق إذا حسبنا موضوعا هرميا ففوق جميع الأنبياء هؤلاء الخمسة، وحتى آدم ليس من أولي العزم، لأن في القرآن الحكيم الله تعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. داود من أنبياء الله تعالى. والأنبياء على قسمين كمجموع، قسم منهم لهم كتاب سماوي، يعني الله أنزل عليهم كتابا تشريعا وأحكام وقوانين وما أشبه. وهؤلاء الأنبياء مثلا موسى وعنده توراة، وعيسى وعنده إنجيل، وإبراهيم وعنده صحف، ونبي المجوس وهو زرادشت وعنده كتاب الآن يسمى أوستا، لكن رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن كتاب المجوس، يعني كتاب نبي المجوس، اسمه جاماسب، ولعل جاماسب لغة وأوستا لغة. هؤلاء الأنبياء وآدم له كتاب أيضا، وقسم من الأنبياء ليست لهم كتب، وإنما هم كانوا امتداداً للنبي السابق، يعني كان نبي سابق كعيسى وعنده إنجيل، ثم جاء بعده أنبياء، وهؤلاء الأنبياء هم مروجون لكتاب عيسى. كما أن رسول الإسلام جاء بالقرآن وبعده أئمة، والأئمة هم امتداد لرسول الإسلام، وعندهم نفس القرآن ونفس التشريع. قسم من الأنبياء هكذا عندهم كتاب، وقسم من الأنبياء إما عندهم كتاب وإنما هم امتداد لأنبياء سابقين ويروجون نفس كتاب النبي السابق. داود عنده زبور، وآتينا داود زبورا. المسيحيون اليوم يقولون إن داود كان يغني
وكان يقرأ في النار. هذا كلاهما كذب. داود لم يكن يغني ولم يكن عنده نار، لأن الله لا يبعث نبيا للغناء أو للطرب أو لآلات الموسيقى أو ما أشبه. وفي القرآن الحكيم الله يسمي هذه الأشياء باللهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. في تفسير هذه الآية المباركة في كتب المسلمين عامة سنة وشيعة أن لهو الحديث الغناء وآلات الطرب. داود عنده زبور، لكن كتب الأنبياء مثل القانون المؤكد. أما تسمعون مثلا الدولة الفلانية تقول إن المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء أو مجلس قيادة الثورة وضعت القانون المؤكد، يعني هذا القانون 10 سنوات 20 سنة 5 سنوات سنتين، ثم يأتي القانون الدائم. قوانين الأنبياء مؤقتة، يعني إنها كانت مثلها مثل القوانين المؤقتة للأمم. قانون موسى مؤقت حتى يأتي عيسى، وقانون عيسى مؤقت، وقانون داود مؤقت، وقانون نوح مؤقت، حتى جاء القرآن فهو القانون الأبدي الدائم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القرآن هي الصيغة النهائية الأخيرة لإرشاد السماء للبشر إلى يوم القيامة. هذا هو القرآن. ولذا الله سبحانه وتعالى لم يحفظ الكتب السابقة، يعني توراة حرفت، إنجيل حرف، أوستا أو على الأصح جاماس حرف، وكذلك كتاب داود وصحف إبراهيم حرفت، إنها كانت مؤقتة. والله يشير إلى هذا الشيء في القرآن الحكيم، يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وفي آية أخرى الله يقول ما ننسخ من آية، يعني ننسخ الأحكام السابقة أو ننسها، ننسها الله لا ينسى والله لا ينسي، وإنما معنى ننسها يعني نترك الحكم حتى يضمحل ويذهب ويبيد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الصيغة الأخيرة لتوجيهات السماء إلى الأرض هو القرآن الحكيم الذي بأيدينا نحن المسلمين، والله ضمن عدم تغييره وتبديله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني إنا نحن نزلنا القرآن وإنا نحفظ هذا القرآن. ورسول الإسلام قال ذلك أيضا، قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، يعني أن رسول الله خلف في الأمة القرآن وخلف في الأمة العترة. هذا شيء. الشيء المهم أننا تكليفنا بالنسبة إلى القرآن ما هي وما ميزات القرآن؟ ميزات القرآن، القرآن أول ما جاء كان كتاباً مدهشاً، يعني كمبيوتر أول ما ظهر شيء مدهش، الأمريكيين اخترعوا كمبيوتر، لكن بعد مدة قليلة اليابانيين أيضاً اخترعوا كمبيوتر أحسن من كمبيوتر الأمريكيين. أو الذرة أول ما ظهرت أظهرها عالم ألماني، الذرة القنابل الذرية أو الاستفادة بالذرة أو ما أشبه،
هذا اخترعها عالم ألماني في الحرب العالمية الثانية. لما انهزمت ألمانيا أمام جيش الخلفاء، من جملة ما وزع الخلفاء كالروس وبريطانيا وأمريكا بينهم، من جملة ما وزعوه علماء ألمانيا. العالم له قيمته بطبيعة الحال، فهؤلاء وزعوا علماء ألمانيا بين الخلفاء. فرد 100 عالم بريطانيا أخذ 100 كمثل أقول، وإلا لا مقصودي العدد بالذات. فرد 100 عالم أمريكا أخذ، فرد 100 عالم روسيا. وغالبا الحضارة الحاضرة هي رهينة علماء ألمانيا. تقرأون في التواريخ وتقرأون في قضايا الحرب العالمية الثانية. الذرة اخترعها عالم ألماني إبان الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت تقريبا في السنة الثالثة والأربعين أو الرابعة والأربعين الميلادية. حتى أنهم يقولون لو كان هتلر تمكن من إنجاز الذرة لسيطر على العالم، لكن هتلر ما تمكن من إنجاز هذا الشيء والحرب انتهت، فبقي مفعول الذرة في صدر ذلك العالم، والأمريكيين أخذوه واختطفوه وقسموا العلماء بينهم، فتمكنوا من صنع القنبلة الذرية. هذا كان شيء مدهش واقع. وبعد ذلك جاء شيء أدهش منه، قنبلة هيدروجينية. وبعد ذلك جاء شيء أدهش منه، القنبلة النيترونية. والآن يقولون أنهم بصدد قنبلة أكثر فتكا من القنبلة النيترونية، وهي قنبلة عبارة عن المادة وضد المادة. وفي إن شاء الله تعالى ذات الليلة إذا تمكننا وصار المبحث مربوطا بهذا الموضوع، أنقل لكم موضوع القنبلة المادة وضد المادة. هذا يقولون أدهش من قنبلة النيترونية، والتي هي أدهش من الهيدروجينية، والتي هي أدهش من القنبلة الذرية. كما أنه لما يكون اختراع يدهش الناس، القرآن كان هكذا، لكن ما جاء أدهش منه. يعني القرآن لما ظهر كان كتابا مدهشا. العرب الذين كانوا يعرفون الفصاحة والبلاغة حقيقة اندهشوا، وقرآن تحداهم وقال القرآن في آية: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وفي الحقيقة القرآن أثبت هذا الشيء. من زمان القرآن 1400 سنة إلى اليوم ما جاء شيء يتمكن من كسر القرآن وأن يكون أدهش من القرآن، ما جاء. نعم جماعة جاءوا ولفقوا كلمات وأحاديث وما أشبه، لكن العقلاء والعلماء والبلغاء لما قارنوا بين الكلامين رأوا أين الثرى وأين الثريا. الثرى الأرض والثريا نجمة في الفلك، كل بعيدة هذه النجمة مثل عنقود. بعض الليالي تظهر هذه النجمة في السماء مثل فرد عنقود من العنب، تسمى بالثريا. فأين الثريا وأين الثرى؟ من اليوم الأول الذي ظهر رأى العرب أنهم لا يتمكنون من المقابلة بمثله أبدا. مو مقابلة بمثل القرآن، وإنما حتى مقابلة بمثل سورة. في القرآن الحكيم الله يقول فأتوا بسورة من مثله. والسورة تعرفون في القرآن سورة كبيرة مثل البقرة، 3 أجزاء 24 صفحة تقريبا. وأكو سورة صغيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سطر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سطر. تعالوا جيبوا مثل هذا، أنا أبطل عن دعواي.
لا سلاح يريد، لا مقابله يريد. ورسول الاسلام كلهم يعترفون بانه في يومه الاول لا عنده اذاعه، لا عنده تلفزيون، لا عنده صحف، لا عنده دعايه، اي شيء ما عنده، حتى اقرباؤه تخلوا منه باستثناء القريب الوحيد الذي لم يتخلى عنه، علي بن ابي طالب، والقريب الثاني الذي لم يتخلى عن ابو طالب، والقريب الثالث الذي لم يتخلى عن خديجة، لأن خديجة أيضا من قريبات الرسول، بس هؤلاء الثلاثة ما تخلوا عن الرسول فقط كما يقول المعروف. فإنسان لا عنده عشيرة تدافع عنه، ولا سلاح ولا مال ولا شخصية، وفي وسط الدحر من الأعداء ويقول لهم جيبوا سورانا بطل عند عمر. حقيقة هذا الشيء أليس مدهشا؟ حكومة مكة في ذلك اليوم حكومة أرستقراطية، الحكومات على أقسام، أكو حكومة ديمقراطية، ديمقراطية يعني وكلاء الشعب والمنتخبون والذين يسمون بالأمناء والوكلاء والنواب، هؤلاء ينتخبهم الشعب ويجلسون في مجلس الشعب ويحكمون، هذه يسمى بالحكومة الديمقراطية. أبو أن حكومة بيقراطية يعني الحكومة الدينية مثل حكومة الباباوات، كانت الآن ماكو في العالم حكومة دينية بمفهوم الكلمة. وأكو هناك حكومة أرستقراطية وأكو حكومة دكتاتورية. الحكومة الدكتاتورية يعني فرد واحد يحكم، الحكومة الأرستقراطية يعني الأشراف يحكمون. يعني لنفرض بلد فيها قبائل، وهؤلاء القبائل لكل قبيلة رئيس، هؤلاء الرؤساء يجلسون في البلد في مكان خاص ويحكمون البلاد، هذه تسمى بالحكومة الأرستقراطية. لا ملك، لا رئيس جمهورية، لا أمير، لا باب كبير يحكم، وإنما يحكم من؟ رؤساء العشائر والقبائل، وتسمى هذه الحكومة الاستقراطية. وبعد العثمانيين وقبل الإنجليز في العراق صارت الشكل حكومة، وإن شاء الله أبين لكم في الوقت، صارت حكومات الاستقراطية، يعني أشراف البلاد كانوا يجلسون في مجالس خاصة ويحكمون البلاد. مكة الاستقراطية قبل الرسول، ومعنى الاستقراطية يعني عشائر، أكو في مكة 40 عشيرة، هم هل 40 عشيرة بين كبيرة وصغيرة لهم زعيم يجلس في مكان خاص يسمى بدار الندوة؟ ما يسمى الآن مجلس قيادة الثورة أو الكونغرس أو البرلمان، ذاك اليوم كان يسمى بدار الندوة، يجلسون في هذا المكان ويحكمون البلاد. شاهدت فرد كلمة من هذه القصة، لا أكثر ولا أقل، والكلمة التي ذكرت في نفس القرآن، لأن القرآن نقل هذه القصة. هؤلاء من رؤسائهم وزعمائهم رجل يسمى بالوليد ابن المغيرة. هذا الرجل وليد من الشخصيات في دار الندوة. أنتم كان عندكم في الكويت مجلس الأمة، وتعلمون في مجلس الأمة قسم منهم مثقفين، قسم منهم مو مثقفين، قسم منهم أثرياء، قسم منهم مو أثرياء، قسم منهم عشيرته كبيرة، قسم منهم عشيرته صغيرة. الوليد بن المغيرة هذا بالإضافة إلى أنه رئيس عشيرة، له عشيرة كبيرة، له أولاد كثيرون، له مال كثير، وفي نفس الوقت أبلغ العرب، يعني بلاغته في غاية القوة، وهو شاعر، يعني أن الرجل ممتاز بالمال وبالعشيرة وبالأولاد وبالبلاغة، بالإضافة إلى أنه عضو في دار الندوة ويقود الأرستقراطية المكية. هذا الرجل ذات مرة قالوا له إن شابا يدعي أنه نبي من قبل الله،
النبي يحكم الصوم، لأن في الحقيقة النبوة فالشيء عجيب. هو قال إنسان يتمكن أن يقول أنا عالم، أنا مهندس، أنا دكتور، أنا دارس، أنا ثري، أنا معمر، أنا شيخ، أنا شخصية، أما متصل بالسماء ما قاش يمدهش. وكلها من دهشوا إنسان يأتي ويقول إني متصل بالسماء وبالكون وبالملائكة وبالجن وبالأرواح وبالحياة وبالممات. خليفة الظالم عن الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذا قال من هذا؟ قالوا من عشيرة قريش. من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشاب اللي يشوفه تعجب. جاء ذات مرة التقى برسول الله وقال أنت تدعي أنك نبي؟ قال إيه أنا أدعي أني نبي. ضحك قال لو كان الله ابتعث رسولا ابتعثني مو أنت، لأن أنا عندي مال وعندي شخصية وعندي أولاد وأنا رئيس وأنا كبير عشيرة وأقود المجلس الارستقراطية الحكومية المكي. النبي ما قال له شيء. قال منظر مثل الواحد يأتي يقول أنا أعلم منك لأن عندي بال. نعم يا أنا دارس في أمريكا ومحصل وأنا دارس وفاهم، وأنت ما دارس عندك مال صحيح لكن ما دارس. شوف المنطق، يقول لي مال ولي عشيرة ولي أولاد وأقود الأرستقراطية المكية. هذا منطق أمام العلم، منطق أمام النبوة، لكن هذا منطقه أمام رسول الله. الرسول ما قال له شيئا، تجاوز عنه. ذات مرة اجتمعوا في دار الندوة وقالوا يا وليد هذا محمد ما هو علاجه؟ أنت كبير القوم. قال زياد هذا الشيء يقول. قالوا يدعى أنه نبي. زياد اعتباطي. فالواحد إذا جاء وقال أنا دكتور اعتباطاً نتضمن، وين شهادتك من كنبر؟ وين شهادتك من جامعة الطب في المدينة الفلاحية؟ نسأل منه. قال ما هو دليله؟ كان بالحقيقة هؤلاء أول ما داروا بار قالوا فرد شاط وفرد حجنا مربوط. يقول ما داروا بار بعدين تدريجياً أخذ الناس يلتفون حول رسول الله حتى صار خطراً عليهم، ففكروا في علاج. يعني وصل إلى تفكير الحكومة في علاج المشكلة. قالوا ماذا تقول يا وليد في هذا؟ هذا كلش مشكلة صارت عندنا. قال ما هو دليله؟ قالوا دليله القرآن. قال القرآن يعني شنو؟ ما كان سامع القرآن. قال يعني فرد كلمات يجيبهن ويقراهن ويقول كلكم لا تتمكنون من الاتيان بمثل هذه الكلمات. قال يقول كلكم متتذكرون؟ قالوا يقول كل متتذكر. فنجيبه من كلامه حتى يسمع من كلامه شنو؟ جاءوا اليه بكلام رسول الله، راح بعضهم واخذ بعض كلام رسول الله حفظا ذاك اليوم كتابه ولا شيء ما كانت، وجاء وقرأ عليه بعض القرآن. هذا من سمع القرآن حقيقة داش ما كان سامع. هو أولا أهل الفن، لأن الإنسان البليغ الشاعر المربوط بالعلم بأي علم إذا رأى أعلى منه يندهش. إنسان عادي حسب تصوره يأتي بهذا الكلام العجيب. سمع الكلام، قال أعيد علي. قال أنا ما سمعت شكل الكلام في عمري. وأعادوا علي مرة ثالثة، أعادوا علي. قالوا حس شنو؟ ذهب في التفكير، فكر مدة، ثم قال لهم أنتم ماذا تقولون؟ لأن هذول الحكومة بطبيعة الحال أنتم ماذا تقولون؟ قال بعضهم نقول إن محمدا مجنون. قال لا، هذا حقيقة مو كلام مجنون. مجنون في الشوارع نشوفه دائما مجانين. أقول كل قوم ونرى حركات المجنون، سكنات المجنون، كلمات المجنون. لا حركاته تشبه حركات المجنون ولا كلماته، ما يصير نقول له مجنون.
أحدهم قال نقول إنه كاهن. الكاهن سابقاً في العرب كان اسماً من السحرة المتصلين بالجن والأرواح. الجن قسم من الروح، وإن شاء الله مناسبة أخرى نتكلم حول هذا الشيء عن منطلق إسلامي وعن منطلق العصر الحاضر حسب التنويم المغناطيسي والذي يقوله الغربيون والشرقيون. الجن مثلاً له سرعة السير. سرعة السير مثلاً أنت عندك فرد أخر مثلاً لنترم في لندن أو واحد في لندن ما تعرف؟ الجن سريع السير مثل الأمواج، فرد قسم من الروح، فيجي يلقي إلى هذا الكاهن أن أخ ولان في لندن بحالة حسنة. الكاهن يقول هذا الشيء، هذا معلم غيب، وإنما بسبب السرعة تمكن أن يحصل على هذا الشيء. فكان في العرب كهنة. الكهان كان عندهم علوم محدودة بسبب الأجنة أو الأرواح أو ما نسميه اليوم بالتنويم المغناطيسي، كانوا يقولون كلمات. قال أحدهم ماذا تقول يا وليد في نبي الإسلام أن نقول إنه كاهن؟ قالوا الحقيقة أنا أعرف كهنة وشايف كهنة، كلامهم مو من هذا القبيل. الآن بفرض واحد قال لكم أنتم الجالسون هنا أن القرآن مثل كلام التنويم المغناطيسي، كل واحد يقول أنا شايف تنويم مغناطيسي لا القرآن غيرش لا 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 ليس. قال أحدهم نقول إنه كذاب. قال هل سمعتم منه كذبا؟ كذاب صح، لكن لازم يقول فرد كذب ولا كذب مالك. قالوا هذا كلامه كذب. قال هذا مدني، هذا ادعاء، لأنه هو حكيم وشوية مقبول وشايف، هو وليد ورئيس حكومة تقريبا. قال لا هذا ممكن، ليس مدني، نقول كذاب. أحدهم قال إنه مسحور، يعني سحروه. وقال الظالمون في القرآن الحكيم، أيضا الله ينقل هذه الجملة، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذا الإنسان سحروه عقله يختلط. قالوا نقول إنه مسحور. قال لا هذا مو مسحور، هذا مو كلام مسحور. مسحور عيونه، لسانه، حركاته، سكناته ظاهرة، وهذا ليس من هذا القبيل. قالوا فماذا تقول؟ قال الحقيقة أنا ما أتمكن أحكم بالسرعة، وإنما خلوني أفكر هذه الليلة باشر عقب يومين ثلاث أيام حتى نقول شيئا يصدق. نحن ما نريد نقول بلشي التهريج وغوص وانتهى، وإنما نريد أن نقول شيئا يصدقه الناس. فكر وفكر وفكر وقال شيئا كأن الرسول منه كثيرا. قال بعد أيام قال قولوا إنه سحر، لأن السحر يؤثر في تفكيك الناس بعضهم من بعض، وكلام الرسول يفكك بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجته، لأن الذين التفوا حول رسول الله من المسلمين هؤلاء الملتفون تركوا آباءهم وأقرباءهم وأبناءهم. قال إنه سحر. الرسول هو يتأذى من هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة كانت كافية لإغلال العوام. عوامهم ما يعرفون الفرق بين السحر والإعجاز، خصوصا عوام مكة في ذلك اليوم الجاهليين. يعرفون الشعر، يعرفون الكهانة، يعرفون الكذب، يعرفون هذه الأشياء، أما إنه سحر كان مؤثرا. ولذا نزلت فرد سورة في حق هذا الرجل. أول السورة أو آخر السورة القرآنية الله سبحانه وتعالى يقول للرسول ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني يا رسول الله ليه المكان، خلي علي، ذرني ومن خلقت، يعني خلي هذا الرجل علي، ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني كان وحيدا أنا خلقته، الآن صار عند الشخصية وتكبر وطغى. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، مال ممتد في البلاد، قوافل تجارات تروح إلى الشام تروح إلى اليمن، وجعلت له مالا ممدودا
وبنين شهودا، جعلت له اولاد كثيرين، لان هو يا اولاد عندي 18 ولد كلهم شاب نشب. الله يقول انا جعلت له هذا الشيء، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، جعلته حاكما. مهدت له الامور، بتقول مثلا مهدت لفلان الانتخابات حتى ينتخب ويفوز او حتى يصل الى الوظيفه الكذائيه. الله يقول ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد، بعد ذلك لم يريد ان ازيد عليه، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرزقه صعودا. صعود يعني النار. إنه فكر وقدر، قدر تقدير، تقدير ما هو بالهندسه. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. شلون تقدير لإضلال العوام؟ كان يقول رسول الله مجنون لا يصدق، شاعر لا يصدق. لما يشوفون كلام وجماعة من العلماء والبلغاء يقولون إنه سحر، إنه فكر وقدر فقتل، يعني الله قتله، الله يقتل العام عليه، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. تكرير للتأكيد على أنه هذا التقدير كان للتقدير شيطاني جهنمي إضلالي. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر، يعني باوع شايفين فرد واحد المتحير الذي يريد الاستخراج لمعلومات باوع النار، باوع النار يفكر ثم نظر ثم عبس، يعني سوى وجهه الشكل، حبق وجهه وقطب وجهه، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر. فكر شاب لهذا المسلم مو كهانة، مو كهانة، لكن بعد ذلك أدبر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يبتل. إن هذا إلا قول البشر، لا نقول قول البشر، يعني هذا قول البشر وهو السحر. إن بمعنى ما، إن هذا إلا قول البشر سأصليه السقر. الله يقول أنا أجازي، أنا أعرف شو أجازي، سأصليه السقر. وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. هذا أراد نسف رسول الله، نحن ننسفه، لأنه هو أراد بكلمة السحر أن ينسف الرسول وينسف القرآن والإسلام. سأصليه السقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. لواحة للبشر يعني يزود وجوهه، يعني كما أنه أراد أن يسود وجه رسول الله وينسبه إلى السحر والساحر، نحن نسود وجهه. لواحة للبشر عليها، يعني على جهنم 19، يعني الملائكة المعظمين الموكلين بالنار 19. لما سمعوا هذا الشيء اسم قالوا إن آيات نزلت في الوليد، جاءوا إلى الوليد قالوا إن آيات نزلت فيك، محمد يقول إن هذه آيات نزلت في الوليد. قال اسمعوه شوفوا شنو هذا. راح اسمعوه لأن هو شخصية ميت مكانية عند رسول الله، هل يستبدل؟ راحوا سمعوا الآيات، هالآيات التي قرأناها، وجاءوا قرأوا عليها. لما قرأوا عليها المؤرخون ذكروا بالإجماع، حتى المؤرخين غير المسلمين، أنه لما سمع الآيات أخذته الرعدة شديدة. هو يعرف طبيب، يعرف هذا الطبيب أهم منه، مهندس يعرف أن هذا مهندس أهم منه. أخذته الرعدة شديدة، قام يرتجف، ارتجف. شايفين المبتلون بقسم من النوبة، أنه يرتجفون من البرد، مو برد الهواء وإنما برد داخل الجسم، برد أعصابه. أخذ يرتجف وأخذته الحمى، وبعد 3 أيام انتقل من هذا الدار. القرآن هكذا، ونحن الذين القرآن عندنا عادي، لأن في الحقيقة نحن مو من أهل اللغة، نحن نعرف اللغة العربية لكن لا نعرف اللغة العربية الفصيحة والبليغة ذلك الزمان. نحن نقرأ عن الفصاحة، القرآن مشتمل على علوم وغيبيات إن شاء الله نذكرها في ليالي
هذه هي بالمناسبات، لأن هذه ليالي الإحياء، وليالي الإحياء مربوطة بالقرآن الحكيم، القرآن فقط. ومن ذاك اليوم إلى اليوم الملحدون في العالم لم يتمكنوا أن يقروا القرآن. كل الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي يقول في كتابه دائرة المعارف، يا شباب راجعوا هذا الكتاب، اسم الكتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي، اسم الكتاب هذا الكتاب. هذا حقائق عجيبة يذكر عن الاتحاد السوفيتي وعن المسلمين، من جملة في هذا الكتاب ينقل عن دائرة المعارف للاتحاد السوفيتي أن دائرة المعارف للاتحاد السوفيتي يقول القرآن مجموعة خرافات. هم ملحدون بطبيعة الحال، والملحد لا بد وأن يقول القرآن خرافة، وأن الرسول كذب، وأن الله خيال. هذه لا شك فيها. لكن هذا الخيال ليس بمثله، مهم. الاتحاد السوفيتي الآن والصين الشعبية كما يقولون 1,000,000,000 إنسان عندهم المال والسلاح والقدرة والكل شيء، يجيب القرآن، يجيب القرآن يبطل هذا القرآن. هم راحوا إلى الفلك أمريكان بتوعبوا لحدو، فأمريكان مو خاص إلى الرواحل الفلك، هم صنعوا صاروخ وأنتم صنعتم، هم صنعوا طائرة وأنتم صنعتم، هم صنعوا كذا وأنتم صنعتم. هو جاء بالقرآن، ما ثبت بالقرآن، هذا بين زيادة ولا نقص، لا يحتاج أن تقول مجموعة خرافات وأكاذيب. ثم أولا هذا شيء في الحقيقة من أسوأ الأشياء، يعني حكومة تقدر نفسها ثم تهاجم 800,000,000 مسلم بهذا الهجوم اللا إنساني. في الحقيقة هذا شغل أناس لا يقدرون الناس، وإلا 800,000,000 مسلم لهم عقيدة بالقرآن يتلونه في الإذاعات، ولكم معهم صداقات ثم يسبونهم هذا السب، يعني أنهم أناس جهلة كذبة ونبيهم جاهل كاذب. أربعة، في زمان الإمام الصادق حدثت قصة، والقصة لعلها مشهورة، وإن كان لعل بعض الشباب لم يسمعوا القصة. ثلاثة من الملاحدة، الملاحدة دائما كانوا موجودين في العالم، الملحد يعني ما يعترف بالله تعالى، لكن الملاحدة كانوا مبحثرين، يعني مو منظمين في تنظيم حكومي والدعاية والتبليغ، وإنما أول وقت صار دعاية وتبليغا إلى الإلحاد لذلك شيوعيين الاتحاد السوفيتي وما أشبه من ثورة أكتوبر. حتى سوت جماعات باسم لا إله، جماعة، ماكو جماعة؟ جماعة للطب، جماعة للهندسة، جماعة المعلمين، جماعة المحامين، جماعة الحقوقيين، في الاتحاد السوفيتي اكو جماعة اسم الجماعة لا إله، يعني لا إله، جماعة القرآن، في الكتب مذكور هذا الشيء، وأنه أنا أقوله كسماع لا موجود، وأكو عندهم دوائر للإلحاد. يعني شنو يعني الدائرة كمدرسة؟ هذه المدرسة تخطط لإدخال الناس في الإلحاد، مدارس خاصة. اقرأوا الكتاب يا شباب، اقرأوا الكتب. في الحقيقة أنا ما أعترف بأي شاب ما يطالع كتب غير المدرسة هذه. المدرسة صحيح، روح المدرسة وإلى الجامعة وأكثر من الجامعة، لكن الكتب الخارجية طالعوها حتى تستوعبوا العلم. غير الكتاب الذي نقلته الآن المسلمون في الاتحاد السوفيتي، أبو كتاب ثاني اسم الكتاب خنتو وطني، اسم الكتاب هذا خنتو وطني، هذا كتاب مترجم بالعربية والفارسية معا، وأني رأيت ترجمته العربية والفارسية في العراق، موجود هذا مطبوع هذا الكتاب. هناك يذكر وهو أحدهم يقول أكو في الاتحاد السوفيتي دوائر للإلحاد. اسم الدائرة هذا ماكو دائرة الجمارك، دائرة الجوازات، دائرة الكهرباء، دائرة الإلحاد، يعني أن هذه الدائرة تخطط وتفكر وتعمل لإدخال الناس في الإلحاد وفي الكفر، وتطبع الكتب. وفي ظرف 3 سنوات
طبعت هذه الدوائر 216 كتاب حول الإلحاد، يعني حول أن الله ماكو، أن محمدا وعيسى وموسى كذب، أن القرآن والتوراة والإنجيل حرافات. في ظرف 3 سنوات طبعوا 216 كتاب مرة. راجعوا هذين الكتابين حتى تعلموا الحقائق. الإلحاد سابقا هم كان، لكن الإلحاد مبعثر كان. نحن فلان ملحد، فلان ملحد، فلان ملحد. أما الإلحاد المنظم ابتدى من هنا. 3 من الملاحدة اجتمعوا في مكة في أيام الحج، كلامنا في القرآن. هؤلاء اجتمعوا هناك ورأوا الحجيج والحجاج وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كيف سخر هؤلاء الناس للخرافة. زين، بس سخرهم للخرافة بكم فصوروا. ففكروا كيف يبطل الحج. قالوا إن أساس الإسلام والحج على القرآن، والقرآن إذا جئنا بمثله معناه على أنه سقط القرآن، فسقط الإسلام، فسقطت الرسالة، وسقط مكة وما أشبه. خلاص، هذول فصحاء وبلغاء وفاهمين ودارسين قرروا بينهم أنهم يجتمعون في السنة القادمة، وكل واحد منهم يأتي بفرض القرآن، يعني أنا آتي بمقدار 10 أجزاء وهو الثاني يأتي بمقدار 10 أجزاء والثالث يأتي بمقدار 10 أجزاء، ثم يعرضون قرآنهم الجديد الذي يتحدى قرآن الإسلام على زعماء المسلمين في مكة، ويقولون قرآنكم باطل لأن جئنا بمثله. خلاص، ذهبوا فاجتمعوا في خارج المسجد الحرام وينظرون إلى الحجيج والحجاج. أحدهم قال إني لما طالعت القرآن بدقة علمت أني لا أتمكن أن آتي بمثله. ولماذا؟ قال لأني وجدت في القرآن آية من المستحيل أن يأتي البشر بمثله. آية لا يشير في الحقيقة أنا شخصيا اللي أتكلم أستغرب هم ماذا رأوا في هذه الآية حتى أظهروا عجزهم. الآية تقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يقول الإخوة، إخوة يوسف أرادوا أن يأخذوا بنيامين من يوسف. يوسف ما أبقاهم، قصة طويلة إن شاء الله بلزوم أن نقولها بمناسبة إذا صار الوقت. يوسف ما أبقاهم، يقول فلما استيأسوا منه، يعني يأسوا أن يوسف يعطيهم بنيامين أخوهم، خلصوا راحوا عن الجماعة. فالمكان على كتر وقفوا وأخذ يناجي بعضهم بعضا. كل معنى الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. هذا العالم العبقري الملحد البليغ قال من المستحيل أن آتي أنا بمثل القرآن، لأن في القرآن هذه الآية موجودة. الثاني قال وصديقك مثله. أنا في الحقيقة هذه السنة كلما ضغطت على فكري لم أتمكن أن آتي بشيء مثل القرآن، لأن في القرآن موجود آية لم أتمكن أن آتي بمثلها. شنو الآية؟ الآية تقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، لأن في زمان نوح الأرض كانت تنفجر والسماء كانت تنزل المطر. الله يقول وقت اللي خلصت القصة قلنا للأرض ابلع ماءك وقلنا للسماء بعد نقل طريق. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء، يعني الماء راح في داخل الأرض، وقضي الأمر خلص انتهى كل شيء، واستوت على الجودي، يعني استوت السفينة على جبل الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. القوم الظالمين الهلاك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال أنا شفت هذا الآية، شفت معنى كمان.
الثالث قال وأخوكما مثلكما. قال مثلكما لأني وجدت في القرآن آية في قصة أم موسى. لا تمكن أن أجبني. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قلت لأم موسى، قلنا لأم موسى أرضعي ولدك موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في البحر، في اليم من أسان البحر. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال لما سمعت هذه الآية وقرأت هذه الآية علمت أني لا أتمكن أن أجعل مثل القرآن. في هذا الأثناء الإمام الصادق مر عليهم وتوجه إليهم وقال لهم إعجازيا، قال لهم قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. انتوا الثلاثة شنو؟ لو كل البشر الأربعة آلاف المليون في هذا اليوم ومعهم الجن لو يجتمعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ليش مكنين؟ قرآن كتاب الله. الإنسان يتمكن أن يخلق البشر بغير الطريقة الطبيعية الذي جعله الله. نفس الإنسان لا يتمكن من خلق القرآن الذي هو كلام الله، لأن لله سبحانه وتعالى كلمة تكوينية في الكون، ولله كلمة تشريعية هو القرآن. كما أن الإنسان لا يتمكن من خلق الإنسان لا يتمكن من خلق القرآن أيضا. الإمام الصادق مر عليهم وتلا عليهم هذه الآية. أما تكليفنا بالنسبة إلى القرآن فالحقيقة قصص هواياته، ولا نريد أن نطيل الوقت إلا بمقدار ما يسمح لنا الوقت. تكليفنا بالنسبة إلى القرآن، القرآن كتاب سماوي أنزل لهداية البشر ولا يتمكن أحد من المقابلة بمثله. تكليفنا أولا يا شباب قراءة القرآن. أولا أن نعرف قراءة القرآن. صدقوا يا شباب هذا مو مبالغة، إني جربت هذا الشيء في العراق وما جربته في الكويت، لكن أنا أعلم أن البلاد الإسلامية بعضها تشبه بعضها تقريبا. من كل 100 شاب 10 منهم ما يعرفون قراءة القرآن. بل حامد يقول هو الله يعرف ما شكله. أنا غالبا صغير. أما قراءة القرآن وهذا مش مجربه. أنتم في مجلس يضم فرد 100 شاب، شو القرآن خلي قدامه، خلي كل صفحة من القرآن، عشر صفحات من القرآن. آباءنا كانوا يعرفون، السر واضح، لأننا نذكر أننا كنا نروح إلى الكتاتيب شيخ شيوخ قديمة، أو بس الجعفرية بالكويت مثلا، فكان المدرس لنا من أول يوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألير بير بعدين حام تقول والله جزء عمه وكبارة وقصر والذاريات، ثم نأخذ من ذاك الصوف من القرآن من البقرة إلى الأخير. وإذا انتهينا من القرآن يقين الشيخ إهنام في الكويت كان هذا الشيء، لأن البلاد الإسلامية كانت تشري بعضها بعضا قديما وحديثا. وقت اللي كنا نحفظ القرآن يعني نقرأ القرآن كاملا يسوون لنا زفة في الكويت. الزفة عبارة عن أن هذا الحافظ للقرآن يلبس ملابس جميلة، بس أنا في الحقيقة ما سوي لي زفة لأن أنا شخصيا خجلته من هذا الشيء أمام الناس، وإلا أولاد في شيخنا كل واحد كان يكتب القرآن يسوي لي زفة. يلبس ملابس جميلة وفرد جوبة وياه من الشباب في تلك المدرسة، وبعض الآباء وماء الواد يرشون على الناس، والمجمرة، مجمرة للمجمرة الموجودة هنا للعود وما أشبه. ولعلكم بين قوسين نرجع للحديث، هل المجمرة وماء الورد هذا مما ورد به الروايات عن الأئمة الطاهرين، فهي سنة إسلامية متداولة في الكويت. لكن في الإسلام أكو ذلك شيء أكثر من هذا، وهو أنه كانوا يخلطون ماء الورد بالأنبر أو بالمسك، يعني يصير العطر مضاعف
أما نفس المجبرة ونفس العود يجمرون الناس ويجمرون ملابسهم ثم يأتون بماء الواد ومعه مسك أو عنبر ويطيبون أنفسهم فهذا الشيء هذا شيء عادة إسلامية صحيحة مطبقة في الكويت وفي بعض البلاد غير مطبقة. فكانوا يأتون مع الزفة بمجبرة ومع ورد وفي الشوارع يمرون وواحد يقرأ القرآن بصوت رفيع لهذا تعلم القرآن. أما الآن اذهب إلى كثير من البلاد الإسلامية أو أكثر أو كلها الطالب يدخل الابتدائية ويتخرج من الجامعة وثلاث مرة قرآن ما درس في المدارس الآن. اسألوا هذا الشيء أكو ما هو هذا الشيء ولماذا؟ هذا في الحقيقة تخطيط. يا شباب أكرر لكم اقرأوا الكتب مو اقتنعوا بالمنابر فقط والوعاظ لا لا ولا اقتنعوا بدروس المدرسة والجامعة والكلية اقرأوا الكتب حتى تستوعبوا أكبر قدر من العلوم الحاضرة وعلوم الحياة. أوصي الشباب بصورة خاصة أن يقرأوا كتاب مثل الجاسوس البريطانية والذي كان في العراق قبل ثورة 20 مرز محمد كفي العالم المشهور مذكرات مسبل موجود ومطبوع ومترجم مذكرات جينياز زالبوركي اقروه موجود ومطبوع باللغتين. ايضا كتاب اعمدة الحكمة السبعة لرورانس الذي حطم الخلافة العثمانية اقروا هذا الكتاب. اقروا كتاب بروتوكولات حكماء صهيون لليهود وخططهم في العالم. اقرأوا كتاب لعبة الأمم. اقرأوا كتاب التبشير والاستعمار. هسه الكتب اقروا لأن لن كلها خطط الغربيين والشرقيين واليهود والصليبيين والعملاء لهم للبلاد الإسلامية ضروري وكلها مطبوعة باللغة العربية ومنتشرة كلها الكتب حتى تعرفوا هؤلاء ماذا صنعوا بنا. شاهدي بكلمة مثل له لها كتاب هذه كانت جاسوسة من قبل بريطانيا في العراق قبل ثورة 20 وبقيت في العراق 50 سنة وثم صارت ثورة 20 من منذ محمد تقي ضد الإنجليز لما أخذ الإنجليز من العراق وإلى اليوم العراق تمجد هذه الثورة لأنها كانت ثورة استقلالية قادها المتدينون بزعامة العلماء ضد بريطانيا. مثل في هذا الكتاب يذكر وترجم هذا الكتاب مدير التعليم العالي في العراق واسمه جعفر الخياط ولو الكتاب كان قبل 20 سنة في العراق ممنوع ما يعني الآن ممنوع أو مو ممنوع لكن موجود في مكتبات الكويت موجود وفي مكتبات لبنان موجود هذا الكتاب. في هذا الكتاب يقول في مذكراته إلى وزارته يقول إنا رأينا أن الذين قادوا الحملة ضدنا نحن المستعمرين هم كانوا المتدينين بقيادة علمائهم ففكرنا نفس هذا الذي أقول لكم ففكرنا في أن نفصل بين المتدينين أو بإصطلاح بين الشعب وبين علمائهم ووجدنا أن أفضل وسيلة لذلك تأسيس مدارس خالية عن القرآن والدين. وهذا كتبها يعني كتبته وكتبتها المذكرات قبل تأسيس المدارس في العراق. راجعوا هذا الكتاب مطبوع ويباع بالأسواق. راجعوا الكتاب يعني تخطيط الشاب والشابة يجب أن لا يعرف القرآن حتى قراءة يعرف الإنجليزي ويعرف الألماني ويعرف الفرنسي والدكتور وخريج ومهندس وطيب ويصلي ويصوم ويخمس ولا يعرف يتصفح من القرآن. هذا شايف هذا الشيء بالمئة أيام كنا بالعراق.
حقيقة إنسان طيب، دكتور، خريج، مدرس، رايح الحج، يطني خمس ما يعرف يقرأ في السورة من القرآن، سورة ياسين ما يعرف يقرأ. جربوا هذا الشيء. ما أقول أنا وما أقول الكل بطبيعة الحال أبدا، لأنه قسم من الشباب والشابات آباءهم أمهاتهم جزاهم الله خيرا علموهم وهم تعلموا. لا يعني ضروري علينا أن شبابنا وشاباتنا يعرفون قراءة القرآن. وغلاكسون زعيم البريطاني، نقلنا لكم كلمة عن الاتحاد السوفيتي ولنقل لكم كلمة ثانية عن زعيم مجلس العموم البريطاني، قال في مجلس العموم وفي كل الكتب هذا الشيء مذكور، أخذ القرآن بيده وقال إذا أردتم في مجلس العموم البريطاني، غلاكسون اسمه، قال إذا أردتم أن ترسخ أقدامكم في البلاد الإسلامية فعليكم أن تأخذوا هذا الكتاب من يد المسلمين، هذا ليكم لأن هذا الكتاب مبعث الاقتصاد، مبعث السيادة، مبعث العزة، مبعث الاجتماع، مبعث العائلة، مبعث التربية، مبعث تماسك المسلمين، هذا الكتاب هو مبعث عزتهم. فمن الضروري علينا إن شاء الله تعالى أن نهتم بالتعليم وتعلم القرآن كخطوة أولى، وإن شاء الله هناك خطوات أخرى نتكلم حولها في بعض الليالي القادمة بمناسبة ليالي الإحياء، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.